السلام عليكم. فاجأ أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم ماجد عبد الله مشجعا هلالي برد مفحم بعد أن حاول الأخير استفزازه أثناء تواجده معه في نفس السيارة، حيث ظهر المشجع وماجد عبد الله في مقطع فيديو داخل سيارة، ويظهر من الفيديو أن المشجع الهلالي هو صديق لأسطورة النصر، فباغته ماجد عبد الله حين وجده يقوم بتصويره قائلا: أنت تريد مباغتتي وتصويري بشكل مفاجئ؟ فقال له صديقه الهلالي: واضح أنك مرتبك يا أبو عبد الله من مواجهة الجمعة. ويشير المشجع الهلالي في حديثه إلى المباراة الكبرى يوم الجمعة المقبل بين النصر والهلال على استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وجاء رد ماجد عبد الله على صديقه مندهشا: اسأل أسلافك عني. وفي سؤال آخر من المشجع الهلالي لأسطورة النصر قال: يوم الجمعة لو فاز الهلال على النصر هل يأخذ الزعيم الدوري؟ في إشارة إلى انتهاء المنافسة بين الفريقين. فرد ماجد عبد الله: بالطبع سيكون الدوري مؤمنا بنسبة 100% لصالح الهلال، لأن الفارق سيكون 5 نقاط وتتبقى مباريات قليلة في الدور الثاني. وأضاف: أنا لست بأسطورة. يذكر أن لاعب النصر السابق يدعم ناديه بعد الاعتزال في كل مناسبة ولا يدخر جهدا في ذلك، بل ويطلق بعض التصريحات الصادمة بحق الإدارة النصراوية أملا منه في أن يشاهد العالمي في أفضل مكانه.